نتصورش انه في الفيسبوك ينجم يكون تناول بناء، ما نتصورش، لانه هذا فضاء مفتوح للجميع، للمختصين لغير المختصين. التعلة هي مسألة تطبيق قانون الإعدام من عدمه، ولكن هو تصفية حسابات إما شخصية إما سياسية إما إيديولوجية إما ليو. دونك ما نعتبرش أنه الفضاء الأزرق هذايا ينجم يكون فضاء سليم بالطريقة هذه، على الأقل سليم لطرح مثل هذه المواضيع، لأنه يعني فما برشا عاطفة، برشا مواقف ذاتية، ثم برشا تشنج، برشا كره أيضا. أنا ماهوش ما فيش الأساليب ولا الأدوات السليمة للنقاش. تلقى في بعض الأحيان مثلا مقالات منشورة في الفيسبوك على المسألة هذه، تلقى مواقف معقولة هكا ولا هكا، مش هذا الواحد، ولكن عموما مش هذا. الإعلام قصة أخرى، الإعلام يتعامل بشكل أساسي مع الحدث كفيديفير، يركز عليه لأنه الجمهور يطلب ذلك او الاحداث تطلب ذلك، وهذا هو الاعلام. ابريتو مش عيب، مش بالعكس، مش عيب، فقط ممكن شكل التغطيه، كيفاش انك تركز اكثر على المشاعر، ربما تستغل لك الحاله النفسيه نتاع اهل الضحايا باش تزيد اكثر في الدوز نتاع، وكانه فما سبق، وكانه فما ان بلوس اور. ساعات ثم المفروض يحترم الانتيميتي نتاع الناس يعني، وهذا في الإعلام زاد فيه مدارس وفيه مواقف مختلفة زاد أيضا. ولكن أنا اللي قلقني شوية هو أنه في سبب تنسى الحكاية، خاصة الإعلام ما يتبعش. شوفوا، ثم الجريمة وثم البرسبسيون تاع الجريمة، وإلا لميز أن سين تاع الجريمة. يخيل للحظة أنه تونس كلها جرائم، والجرائم بشكل يومي، لأنه المتابعة الإعلامية تعطي ديمونسيون كبيرة برشا للأحداث. هذا ما يعنيش أنه ما ثماش جرائم، ثم جرائم، وما ثماش مجتمع بدون جريمة. كل المجتمعات فيها جرائم متفاوتة من حيث العدد، من حيث الكثافة، التوزيع الجغرافي، الناس اللي يقوموا بالجرائم يعني. والجريمة دائما هي مفتاح باش نفهموا مجتمعنا. دونك على الاقل اذا نجموا نستفادوا من الجرائم، وانه تعطينا زاويه للنظر وين مشاكلنا، وين مؤسساتنا القضائيه، وين مؤسساتنا السجنيه، وين مؤسسات الرعايه الاجتماعيه والتنشئه الاجتماعيه الى غير ذلك، ونشوفوا تطورها، لانه احنا توا في جيل اخر من الجرائم، من حيث الشكل، المضمون، والاشخاص والافراد الذين يقومون بهذه الجرائم. دونك دخلنا في جيل جديد. الجيل الجديد للجرائم في تونس هو انه يتميز انه كما الحياه بتاع البشر توا، يعني الجرائم توا جرائم سريعه لاسباب تبدو تافهه، على خاطر بورتابل، والا على خاطر اهانه في جلسه معينه، او على خاطر معاكسه من المعاكسات، يعني ينجم يصير او من اجل اقتراض مال، دونك ينجم يصير عملية قتل. دونك ثم سرعة في الذهاب إلى القتل وإلى القيام بجرائم شنيعة. هذا واحد. شو معناه؟ هذه المسافة اللي هي بين السبب لو ديكلونشور والقيام بالجريمة، المسافة ولت ضيقة برشا. في السابق إذا تحدثوا على جرائم الستينيات والخمسينيات وحتى بعد يعني إلى حدود 70-80 من القرن الماضي، المسافة كانت كبيرة، حيث الإنسان ما يوصل يعمل جريمة قتل إلا فريمون ثم بروسيس كامل، وثم مسار كامل، وأساسا من أجل قضايا كبرى، ومن أجل لنقل سرديات كبرى، شرف، عار، أرض مثلا، إما أنه يكون خصومة جماعية يعني، فهذا ينجم يؤدي إلى وثم كانوا المجرمين يفون كاريير. دونك ثم كارير نتاع مسيره كامله نتاع مجرمين، والبروتوتيب هو بيان سور شورب مثلا، نعطيك مثال على هذا. الان لا، الان اي واحد ينجم يكون مجرم في لحظه. دونك هذا واحد، ما يعنيش انه ثم ناس عندها سوابق ودائما في عالم الاجرام، ولكن ينجم يكون شاب مثلا او شابه ما عندها حتى علاقه بالاجرام،
وفجأة يجد نفسه وراء القضبان من أجل جريمة قتل. هذه شيء ولا متكرر. دونك الفاعلين ليزاكتور يتغيروا، واحد. اثنين، قلت لك يبدو الأسباب أسباب تافهة، بورتابل، حاجات بسيطة كما هكا تقول، عركة بسيطة في سيركولاسيون تنجم تؤدي إلى هذه. شنو يعني هذا؟ يعني أنه المجتمع ولا فراجيل برشا، أنا دخلنا في فراجيليتي كبيرة، إلى أنه أي خدش بسيط ينجم يؤدي إلى ما إلى عملية قتل، واحد. اثنين، الموت تغير المعنى بتاعه، يعني الموت كان عنده هالة كبيرة، يبدو الآن أنه الموت هو انفيديفير. وذلك علاش عادي أنه شاب يدغر يقتل ولا يدغر واحد بسكين عادي جدا في جلسة يعني ليلية، مهما كانت يعني الجلسة هذه، مش بالضرورة حتى تحت، مش بالضرورة حتى تحت تأثير الخمور أو حاجة من هذا النوع ينجم. دونك مسألة الموت لهنا ولت وكأنه طبعنا بشكل كبير، وهذا معلوم، على خطر احنا كل يوم نشاهده مع الريزو سوسيو، مع الشاشات، مع التلفزة، مع الحديث، يعني الآن ولا الموت يحيط بنا في كل لحظة، نشوفه فيه ونعاينه فيه يوميا. ثم المجتمع الآن في حالة تحول ما بين مفهوم الجماعة ومفهوم الفرد، يعني ثم احنا توفك الكارفور، المرحلة الخايبة لنا بفكر بضمير جمعي وريسونس دو مو ضاغط على الافراد وسيرهم ويقولب سلوكاتهم وتصوراتهم وكذا، ولنا في فردانيه ايجابيه اللي الفردانيه اللي تاسس لمجتمع فردي. الضمير الفردي مش مؤسس على فكره، مش مؤسس على مشروع مجتمعي، يتاسس على لا ميزانسان، يتاسس على هويات مبنيه اسونسيالمون على الاستهلاك والاستهلاك الفاحش. دونك هويه الفرد تستمد معناها من قدرته على انه ينخرط في مجتمع الاستهلاك باي طريقه من الطرق. دونك وكانه مكانته، هويته، معنى وجوده ما يكون ايجابي وما يكون مطمئن بالنسبه للفرد الا وقت ينخرط في العمليه هذه. دونك هذاك علاش الناس تنجم تقتل على 100,000. دوك وقت اللي تتحول المشكلات الاجتماعية من مشكلات اجتماعية إلى إخفاق فردي، والإحساس به على أساس أنها إخفاق فردي وإخفاق شخصي، وقتها تولي الثقل بتاعها أكبر وأقوى، والألم بتاعها يولي كبير، والجرح يولي أكبر. وهذا علاش الناس باش ترد الفعل على الوضعية هذه، على الشعور بالإخفاق، يولي يمشي إلى ما يسميه السلوكات المحفوفة بالمخاطر. دونك يمشي إما للشبكات الإرهابية، أو يمشي لشبكات الدعارة، أو شبكات المخدرات، يستهلك مخدرات، يستهلك يعني أدوية إلى غير ذلك، يمشي للجريمة بمختلف أنواعها كرد فعل وكتعبير على النقمة، نقمة على الآخرين، ونقمة أيضا على الذات اللي هي ما نجمتش روح. إذا عائلة متفكة، إذا فقر كبير، أباندون سكولير معناها، وثم فشل دراسي لغير ذلك، فشل في الرعاية النفسية والاجتماعية، هذه عوامل مسهلة للعملية. هذاك علاش مش كل الفقراء يقوموا بالإجرام، مش كل الناس اللي مستوى دراسي ضعيف يقوموا بالعملية الإجرامية، ولكن زاد أيضا ما ننساش أنه ثم إجرام آخر يقوموا به الناس اللي ناجحين في حياتهم السياسية ربما والاقتصادية والمالية، جريمة من نوع آخر ما نحكيوش عليها، الجرائم المالية، جرائم الفساد، هذه جرائم زادة. احنا مالوريزمون بتتغ نركزوا تركيز كلي على الجرائم اللي فيها عملية قتل بشعة وعن بشاعة، ولكن ثم جرائم ناعمة. النساء هم أكثر عرضة بصراحة، أكثر عرضة عندك النساء والأطفال، أطفال في كل ما يرتبط بالاغتصاب إلى غير ذلك والتحرش، والنساء كل ما يرتبط بالاغتصاب والتحرش والعنف بكل أشكال، اللي هما الحلقات الأضعف بين ظفرين يعني داخل المجتمعات. شوفوا حتى في الكورونا، في الموجة الأولى من الكورونا، العنف المسلط على النساء زاد في المنازل وفي العائلات. دونك ديما المرأة مالوريزمون هي الأكثر عرضة للعنف هذا. وإذا ثم منظمات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان وتدافع على النساء بشكل خاص،
هذه وقتهم باش يزيدوا يكثفوا شغلهم على المسألة هذه، وما يشتغلوا من سنوات. المؤسسة الأمريكية، كل المؤسسات في تونس ضعفت وأدائها معناها يتراجع، لأنه هي مؤسسة من صلب المؤسسات المجتمع التونسي والدولة التونسية، معناها باش تتأثر، ما هي باش تكون صحيح تنجم تكون في مستوى هكا أفضل شوية، ولكن هي بيدها عندها مشكلات داخلية، خلل وظيفي، كاي مؤسسة في الأداء، في نقص في الموارد البشرية مؤكد، في ربما الرؤية العقيدة الجمهورية تاع الأمن في تونس، دونك ثم أشياء لابد أنه يقع إعادة النظر فيها. ثم تجربة شرطة الجوار مهمة، نعتقد زاد أيضا معناها أنه التشريعات في حاجة أيضا إلى مراجعة، لأنه القوانين لابد أنها تتراجع على ضوء التحولات الاجتماعية، على ضوء وضعية جديدة في تونس. فيبدو لي أنه القضاء أيضا محكوم بضوابط وبقوانين يتصرف داخلها، وذاك علاش ديما ثم السؤال يقول لك الأمن يشد والقضاء يسيب. دوك شو معناها هذه معناها ثم شعور أنه ثم مشكل ما. المشكل ما هو أنه ربما القوانين في حاجة إلى إعادة نظر. المؤسسة السجنية أيضا ككل المؤسسات تاع تونس هي بيدها متأثرة بالوضع العام، والمؤسسة السجنية ما عمرنا نتسألوا عليها، هي مؤسسة للعقاب، ماهيش مؤسسة للتأهيل مالوريزمون. دونك كيفاش نجموا نحولوا المؤسسة السجنية من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تأهيلية وفيها إعادة تأهيل؟ المؤشر هو نسبة العود. إذا نعرفوا شنو هي نسبة العود، اللي هي نسبة عالية في تونس، يعني تقريبا في 37-46%، اللي هي قريب للنص، معناها 37% تقريبا من اللي يدخلوا للسجن لجرائم مختلفة يعاودوا يدخلوا. دونك واضح أنه ثم خلل، فهذا اللي لابد نشتغلوا عليه.